ما حكم قراءة القرآن للحائض إذا كانت لم تقرأ في فترة الحيض تكاسب منها؟ قراءة الحائض القرآن فيها للعلماء قولان. القول الأول أنه لازم، لا تعبدا بالتلاوة، ولا من أجل الأوراد، ولا من أجل التعليم، ولا من أجل التعلم، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. القول الثاني أن ذلك جائز مطلقا، سواء قرأت القرآن للتعبد أو للأوراد أو للتعلم أو للتعليم، لأنه ليس في السنة حديث صحيح صريح يمنعها من ذلك. وأرى القول الوسط في هذا، أن يقول أن يقال إن قرأته تعبدا بالتلاوة فلا تقرأ، لأنها إذا قرأته حينئذ فقد وقعت في الشبهات نظرا لاختلاف العلماء. وأما إذا كان لحاجة مثل أن تخاف من نسيانه أو تقرأ الأوراد كآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من البقرة والإخلاص والفلق والناس فهذا لا بأس. وكذلك لو كانت تعلم فلا بأس أن تقرأ القرآن، سواء كانت تعلم في المدرسة أو تعلم بناتها أو أبنائها. وكذلك إذا كانت تتعلم فلا بأس، لأن هذا حاجة ملحة في وقت الحي. وأما تلاوة التعبد فأمامها أيام الطهر تتعبد لله تعالى بتلاوة، فصار إن كان هناك حاجة قرأت، وإن لم تكن حاجة فلا تقرأ. نعم.